قرآن 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 قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل، وكان أحب أمواله إليه بيروحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلما أنزلت هذه الآية لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق. أحبتي في الله، الإنفاق في سبيل الله هي سنة الأنبياء والصحابة، فهي تجارة رابحة، تجارة بين العبد وربه، ومن منا لا يريد أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى كي ينميها الله له سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قرآني طوق نجاتي.